وانا عيل صغير كنت بلعب كوره قدام بيتنا، فالكوره جت في راجل شايل برتقان كده، زمان كان يشيل برتقان، فادلق البرتقان، فانا يا عم معلش الحق علينا وبتاع، وراجل جامد يعني صعيدي قوي، فلمينا له البرتقان وبتاع، انا والاولاد سن 8 9 سنين يعني، فالراجل ضربني قلم جامد قوي، فطلعت لوالدي وانا بعيط بعيط قوي. والدي راجل يعني مهذب وتركي وفنان وشاعر واديب، تألم جدا يشوف ابنه بيتضرب، فنزل فضل حصلنا الراجل بتاع البرتقان، وقف قال له اقف. والدي كان طويل وعريض وقوي، قال له انت ضربت ابني بالقلم؟ قال له ايوه. فشني ما كنتش قادر اقول، قال لي اضربه بالقلم. قلت له يا بابا قال لي اضربه بالقلم، رحت مديله قلم.